باش نحكيو على الماكينة هذه سي اون سوليسيون دو ديزيرباج ميكانيك. خاطر فما دو تيب دو ديزيرباج اللي يحب ينحي الحشيش ديزيرباج. فما الشيميك اللي هو يعدي في الدواء معناها باش يقتل الحشيش اللي المضر يقتله بالدواء، والا ميكانيكمون نقدموكم الماكينة هذه. الماكينة هذه سي من اقوى ما فما في سوليسيون دو ديزيرباج ميكانيك، اللي هي ماكينة توازية تدخل ما بين ستر وستر ما بين الشجرة والشجرة، يبدا تراكتور ماشي وهذه توصل حتى تخرج حتى 3.20 متر، نحكيو من النص نتاع الماكينه حتى للبالبار هذا توصل حتى 3.20 متر. للي عنده كسوبر ليبر انتنسيف عنده شجر كبير ما نجمش يدخل تحته، يبدا يمشي في السطر على روحه، تبدا الماكينه هي اللي تخرج، هي اللي تخرج باش تنظف له الحشيش اللي تحت اللي بين الشجر. نفترضوا نحن هذه ساقي اللي هي ترون تاع الشجره، وقت اللي يمس البالبار هكا هذا البالبار هذا يمس العود نتاع الشجره يخرج انسي دو سويت ويدخل تحت الشجر وينظف ويمشي. الكرسي هذاك عاملينه اوبسيونيل، هذاك عاملينه وقت اللي يبدا عنده فلاح عنده نوفيل بلونتاسيون عنده عود جويد يخاف عليه خاطر البالبار هذا يخاف لا يكسرو. اش يعمل؟ يحط خدام غادي هو يلفا جوي لو رول نتاع البالبار باش هذا باش ما يضربش العود. هاكا كان تلاحظوا معايا البالبار وقت باش يمسو انا هاك المانيت اللي باش يمسها الخدام هاك هي اللي تتحرك. كي يبدا خدام قاعد غادي كي يقرب للشجره العود الجويد باش ما يمسوش هو يحرك الماكينه باش ترجع الماكينه تتلم، ومن بعد تفوت العود تعاود تتحل من اول جديد تنحي الحشيش نتاعها وتواصل هكا كانسي دو سويت. الماكينه هذه الفلاح يربح بها برشا حاجات، اول حاجه يربح بها الكو توا نتاع الدوال دو ديزرباج ولا غالي برشا، هذه واحد. اثنين الاستعمال برشا الاستعمال المفرط نتاع الدويات اللي باش تنحي الحشيش ياثر لك حتى على نوعيه التربه نتاعك، ياثر لك على الاملاح اللي موجوده في التربه ياثر عليها بدرجه كبيره. ثلاثه انه في اليد العامله، اليد العامله فما مشكله كبيره في اليد العامله في حكايه التقليع للحشيش، فما هذه الماكينه هذه توفر له معناها تلم له الدنيا كل، معناها هذه توفر له اليد العامله، توفر له انه يحافظ على التربه نتاعو ويستغنى على الديزرباج الشيميك ويستغنى على التكاليف. هاكا الانفستيسمون يحطه في الماكينه هذه ويخدم ما شاء الله وينحي الحشيش اللي ما بين الشجر كله يقضي عليه. بالنسبة للماكينة هذه الخدمة نتاعها مع النجار المثمر الكل بجميع أنواعها، نحكيو على زيتون، بوركدان، ليبر انتونسيف اللي تحب عليه، الكل في نوفيل بلونتاسيون، هذه سي اون سوليسيون باش تقضي لك على ديزرباج طفيليات الكل، تقضي عليها الكل.